يقول ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه لها؟ ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته للحديث الشريف وخدمة السنة، فهو جدير بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا مما يستفيد منها قد طالعت كثيرا من كتبه، فهي كتبه مفيدة، وهو أخ صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيره من العلماء، قد يصحح بعض الأحاديث ويخطي، قد يضعف ويخطي، لكن في الجملة الأغلب على عمله الطيب، الأغلب على عمله التصحيح والتضعيف والطيب والاستقامة، وهو الحمد لله من أهل السنة والجماعة، صدقنا الله وإياه الاستقامة وحسن الخاتمة، وكثر المسلمين من يشاكله في العلم والعمل والدعوة إلى الخير وخدمة السنة، والله المستعان. وكذلك لا ينسى أخونا شعيب وأخونا عبد القادر بن عوف عبد العزيز رباح، كلهم لهم جهود في السنة، وهكذا غيره ممن خدم السنة من إخواننا وخدم العلم الديني ودرس أبناء المسلمين وانتفعوا به، نسأل الله لهم المثوبة جميعا. ولكن من نذر نفسه لخدمة السنة له مزيد فضل على من أعطاها بعض وقته. نعم.